السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في تسجيل جديد على قناة الاستشاري محمود أبو ستة. احنا عملنا حلقة عن الحوليات الشتوية، كان حلقتين، يعني حلقة واستكمال لحلقة أخرى. الحلقة التانية كان فيها نباتين، منهم نبات الديمورفوتيك اللي حضراتكم شايفينه، بس طبعا ما كانش فيه إمكانية إن احنا نجيب النبات بالشكل المظهر اللي حضراتكم شايفينه ده وجمال ظاهرته. طيب احنا على فكرة النبات الديمورفيتيكا دايما في ناس بتخلط بينه وما بين كذا نبات. يعني النهاردة كان في منشور على احد الجروبات، هو حد منزل نبات الديمورفيتيكا وبيقولوا عليه استر وبيقولوا عليه اقحوان وبيقولوا عليه حاجات كتير جدا. عشان بس نعرف كويس نبات الديمورفيتيكا، هو ده النبات اللي قدامكم بالزهرة بتاعته دي، في زهرة تاني ليه زهرة بنفسجي. شكل الورقة يا جماعة، بص شكل الورقة، انا بقرب جامد وريكم شكل الورقة عشان الاقحوان ورقته غير كده خالص، وبرده الاستر ورقته غير كده خالص، وهما الاتنين الاقحوان والاستر من حاولات الشتوية، والديمورفيتيكا برضو هي بتتعمل حولات شتوية لكن هي في المناطق المعتدلة بتفضل بتبقى مستمرة، ممكن تعدي كذا سنة في الأماكن المعتدلة، لكن الأماكن اللي هي فيها جو سخن بنزرعها بتبقى بطريقة موسمية، بنزرعها بتزرعها بالبذرة في شهر 1 أو 12، بنبدأ نزرعها بذور، ولها نوعين من البذور، في بذور منها رهيفة وفي بذور كبيرة شوية، والاتنين ديمورفيتيكا عادي. وزي ما انتم شايفين كده المنطقة دي من 3 شهور ما كانش ليها اي شكل، وكانت لا تذكر، زي ما انتم شايفين حضرتكم المنطقة دي عبارة عن ميل، انا عملت لها شبكة ري تنقيط، وبعد كده زرعنا البذرة على الخراطيم على طول، يعني زرعنا البذرة دايركت في الارض، ما زرعناش في كوبايات او في مشتل وفردناها. وعلى فكرة هي قابلة للتفريد. يعني قابلة للتفريد؟ اللي ما عرفش يعني ايه تفريد، يعني ان احنا حضرتك ممكن تزرع بذور وبعد ما تطلع عندك النبات يطلع عند حضرتك، اول ما بيبقى مثلا 7 سنتي 8 سنتي ممكن حضرتك بتروح سحبه تفرده، تسحبه وتحطه في اصاري لوحدها، او تزرعه زي ما انتم شايفين كده، تزرعها في الاماكن، في المكان اللي انت مخصصه ليها. الناحيتين يا جماعه ده عباره عن مكان منحدر زي ما انتم شايفينه، عملنا فيه الشبكه اهو، عملنا فيه الشبكه، وعلى اليمين وعلى الشمال زرعنا الديمورفيتيكا. جميله، نبات كويس رائع، بيخلي المكان منتهى الجمال. وعلى فكره برضو زهره الجزانية برضو ناس علقت وقالت ان دي جزانية، طبعا جزانية غير دي خالص، هي الزهره بتبتدي تقفل دلوقتي الساعه 3 عصرا، الزهره بدات تقفل اهي، دي فاتحه شويه هتبتدي تقفل، وبتقفل بالليل الزهره، زهره الديمورفيتيكا بتقفل بالليل. طبعا هنا المنطقه دي فيها شمس، فطبعا الزهره مفتحه زي ما انتم شايفين كده، متفتحه وشكلها جميل. لكن بصوا لو احنا قلبنا الناحيه الثانيه للظل، الظل اهو بدات تلم اهي، بدات الزهره بتلم بتقفل، هي طبيعه الزهره بتاعتها كده. وده ميل برضو جاي من فوق، نزرع هنا ديمورفيتيكا برضو زي ما انتم شايفينه، يمين وشمال. هي بتظهر بيبقى كمية الزهور بتاعتها أكبر من كده بكتير، لكن هي يا دوبك لسه مثلا بقالها أسبوعين مظهرة، بتاخد شهرين تقريبا الإزهار. المنطقة اللي هي فيها ظل بدأت تقفل أهو، هي كلها بدأت تقفل. وبكده يبقى احنا عملنا فيديو يوضح الفرق ما بين الديمورفيتيكا وبعض النباتات الأخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.